الصيادين بعد ما السيد الرئيس أطلق مبادرة رعاية صغار الصيادين على مستوى الجمهورية، ويمكن دي تاني محافظة نزورها ونصر على ان احنا نقعد مع الصيادين. المحافظة الاولى كانت محافظة اسكندرية، والمحافظة الثانية هي محافظة البحر الاحمر. طبعا انا لما طلبت ان انا اقعد مع الصيادين، يمكن زمايلي في المديرية قالوا مش هينفع. فيمكن لما بلغوني كلمت انا مدير المديريه مباشره وقلت له اذا ما كانش هيبقى في جلسه مع الصيادين يبقى انا هلغي الزياره تماما، لان النهارده في توجيه رئاسي واحنا مكلفين ان احنا لازم نخوض في مساله الصيادين ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتكاتف كجهات دوله وزراء مختلفة محافظات، كل من هو لديه الاستطاعة ان يدعم هذه الرعاية احنا هنشاركه معانا في هذه المبادرة. احنا ما بنقولش المبادرة حكر على القوى العاملة، لا، المبادرة مفتوحة لكل جهات الدولة. احنا عارفين ان الصيادين من اكثر الفئات احتياجا للرعاية، وده اللي خلانا النهاردة موجودين في وسطيكم، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نتعرف على كل المعوقات والمشاكل التي يقابلها الصيد. يمكن النهاردة في خطأ مشترك، يمكن النهاردة الصيادين وجمعيات الصيادين، ما بتكلمش على الصياد نفسه، انا بتكلم على جمعيات الصيادين اللي مفروض ان هي بتسعى لكل جهات الدولة عشان تقدر تعمل رعاية متكاملة للصيادين. يمكن القوى العاملة من ضمن الجهات التي ترعى العمالة غير المنتظمة، وبالتأكيد احنا بنعتبر ان الصيادين بمختلف اشكالهم وانواعهم من العمالة غير المنتظمة، لأن هو يعني الصياد برضو رزقه قائم على فترات العمل فقط. فده تعريف للعمالة غير المنتظمة، عشان في ناس كانت بتعرف العمالة غير المنتظمة إن هي الغير مؤمن عليها لدى الشؤون الاجتماعية أو التأمينات. لا، العمالة غير المنتظمة هي العمالة التي لها طبيعة خاصة، ان هي مفيش استمرارية في اداء العمل بشكل روتيني، يعني موظف بيروح كل يوم الشغل، لا. احنا النهاردة موجودين في وسطيكو عشان نتعرف على المشاكل دي. طيب احنا عشان الموضوع يبقى بالنسبة لنا في يسر وسهولة، احنا محتاجين ان يبقى في قاعدة بيانات وتواصل مباشر بين القوى العاملة وبين الصيادين وبين الصياد نفسه والقوى العاملة أيضا. ده اللي احنا بنسعى إليه، وده اللي خلاني النهاردة أكون موجود في وسطيكو، إن أنا لازم أبقى عارف أنا بتعامل هنا في الغردقة أو في البحر الأحمر مع كام صياد. أنا ما أعرفش هنا في كام صياد، معرفش في اسكندرية في كام سيارة. عشان اعرف اتعامل في مسألة المبادرة والرعاية الكاملة للناس دي، لازم اكون انا عارف تصنيف هذه الفئة بشكل كبير وبيانات متكاملة. الزملاء هيبدأوا من ان شاء الله من بكرة يا سعيد، شوفوا الآلية مع الجمعية ان احنا نسجل الناس دي بشكل متكامل، وفي نفس الوقت وانت بتسجله لازم تديله الارقام اللي يقدر يتواصل بيها كصياد لوحده. يعني احنا هنتواصل معهم بطريقتين، طريقة مباشرة مع الصياد نفسه وطريقة غير مباشرة من خلال الجمعية.
الموضوع ده متعب عليكم؟ اه انا عارف انه متعب، لكن لغايه ما الصوره لديك وتكتمل بعد كده ممكن نعمل اليه بحيث ان يبقى التواصل له شكل معين من خلال انتظام الامور من خلال الجمعيه. ده ملخص اللي احنا محتاجينه النهارده منكم. يمكن انا الجمعيه كاتبه قدامي ورقه بتقول فيها ثلاث مطالب، لا مش هي دي المطالب بس. انا عارف ان المطالب بتاعت الصيادين اكتر واكبر من كده بكتير. انا عايزه وهو طالع شغله الصبح يبقى مطمن على نفسه وعلى عياله قبل ما ايه؟ ما ربنا يكتب له انه يرجع او ما يرجعش. لازم يبقى فيه نوع من انواع الاستقرار النفسي لدى العامل او الصياد قبل ما يقوم بمهمته. لازم يبقى طالع مش خايف على عياله لا يحصل لهم حاجه لا قدر الله لو هو حصل له حاجه. كل هذه الامور لازم هنتطرق ليها وهنحاول بقدر الامكان ان احنا نحلها بشكل او باخر. احنا يمكن وعدنا في اسكندريه ان احنا هنعمل بوليس التامين على الحياه وعلى العجز الجزئي والكلي لكل الصيادين، وانا برضو بعلنها قدامكم ان كل الصيادين هنا بعد حصرهم، وده يتوقف عليكم لو قدرتوا تحصروا في يومين ثلاثه، يبقى بعد اسبوع هتكون البوليس عندكم وهخلي سعيد بنفسه يجي يوزعها عليكم، او لو كانت في ظروف انا اقدر اجي بنفسي اوزع عليكم البوليس. فاحنا الهدف الرئيسي من تواجد القوى العامله ومن مبادره صيادي مصر ان النهارده بعد توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايه الصيادين لازم نستغل هذه الفرصه وبسرعه عشان نقدر نحقق اكبر قدر ممكن من الرعايه للصيادين. ولو كمان قدرنا ان احنا نتطرق من الصيادين بعد ما ندخل معانا مؤسسات المجتمع المدني ان احنا ندخل اسر الصيادين، ده يبقى امر جلل وامر كبير، ونتمنى ان احنا نقدر حتى لو هنحققه بشكل جزئي خلال المرحلة القادمة. طبعا الطلبات اللي قدامي التأمين الصحي على الصيادين. احنا منظومة التأمين الصحي جاية لكن احنا لغاية ما تيجي لمحافظة البحر الاحمر هنكون لينا معالجة من خلال الزملاء في القوى العاملة، وايضا من خلال المشاركة مع وزارة الصحة في حالة احتياج إلى علاج بأرقام كبيرة، نقدر يا سعيد إن احنا نتواصل مع مديرية الصحة واحنا اللي بنكون بنساعد على إنهاء الإجراءات، لأن الصياد لو راح يعمل إجراءاته لوحده يعني مش هقول إن هو مش هيعمل، لكن هيعمل بعد عناء.